نعم، وأقامت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بابل بطولة كرة الطاولة لمنتديات الشباب في مركز وأقضية ونواحي المحافظة بمشاركة أكثر من 10 منتديات، حيث أفرزت هذه البطولة عن مواهب شبابية جديدة من شأنها النهوض بواقع كرة الطاولة وتمثيل المحافظة في البطولات المحلية والوطنية والدولية. بطولة كرة الطاولة لمنتديات الشباب، قيمت هذه البطولة بمشاركة منتديات الشباب من المحافظة من الشمالية والجنوبية، منتدى شباب الشوملي والمدحتية والقاسم والهاشمية والإسكندرية وأبي غرق، بالإضافة إلى السدة والإسكندرية والمحاويل. أفرزت هذه البطولة مواهب كثيرة التي هي كانت لفئة الشباب هذه البطولة، وكانت هذه البطولة هي بالحقيقة فرز لقدرات وإمكانيات اللاعبين، وذلك لاختبارهم ولخدمتهم لمحافظة بابل. قيمة هذه البطولة أيضا برعاية الاتحاد كرة الطاولة من ناحية التنظيم ومن ناحية التحكيم من حكام دوليين لهذا الموضوع، وبالتعاون مع مديرية تربية بابل القسم الانشاط الرياضي والمدرسي. كرة الطاولة لفئة الشباب، هذه المسابقة الهدف منعتها هو كشف المواهب التي تمتاز بهذه هذه الكرة، إضافة إلى أنه هذه المسابقة قيمت لمنتدياتنا الشبابية ضمن خطتنا الشهرية لعام 2020. نشكر مديرية الشباب ورياضة بابل على هذا التنظيم الرائع والقيم للبطولة، وهي بطولة استذكار للمرحوم أحمد راضي وعلي هادي وناظم شاكر، فنشكرهم جزيل الشكر على هذا. ونرجو من مديرية شباب رياضي أنه تكثف مثل شي دورات حتى تفسح المجال أكثر من المواهب للظهور. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن، بطولة قامت شباب الرياضة بابل بطولة جيدة ورائعة، تنظيم رائع، طبعا اللجنة ما قصروا، معاون مدير بابل، بطولة جيدة. طبعا عندنا بطولة يعني شوية يعني قليلة هيك اسمه محافظة لوشي، هاي ان شاء الله يقومون اكثر من بطولة ويعني مستمرة لوشي ويهتمون بهاي يعني هاي اسمه كفاءات عمرية هاي السالفة. ان شاء الله حصلت المركز الثالث بالبطولة.